أختي الكريمة أم الهنوف تسأل عن من يحضر نبتة القرع كما ذكرت، ولأجل العلاج وأنه طارد للطاقة السلبية وكذلك علاج الصرع. على كل حال كما ابن تيمية رحمه الله في المجلد 29 لما سئل عن بعض مسائل الغرر وتحدث بعض العلماء قال: وما شأن أهل العلم بالغرر؟ ونحن نقول: وما شأن أهل العلم بالطب؟ فإذا أثبت الطب أن هذا له تأثير طبي جرت العادة على مثله فإن أهل العلم يقولون هذا لا بأس به، ولكن إذا أثبت الطب أن مثل هذا لا أثر له البتة ولا من قريب أو بعيد، فإن تأثير الناس أو جعل الناس أن هذا سبب لا شك أنه تعليق بسبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا ولم يجعله في العادة سببا. وكل من جعل ثمة سبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى في شرعه ولا في سننه الكونية سببا فإن ذلك يعد من الشرك الأصغر، لأن بعض العادات وبعض الطقوس الأغريقية أو الطقوس الصينية يجعلون تعلقهم بمثل هذه الأشياء والناس لا يدركون ذلك. فكثيرة هي الأمور التي يسمونها الطاقة، علم الطاقة، كلها أحيانا نوع من الطلاسم والطقوس التي كان الإغريق أو كان الصينيون في عقائدهم يبنون عليها اعتقادات بدعوى أن الفلك له تأثير على أهل الأرض، ولا شك أن هذا من الرجم بالغيب. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكذلك ربما يكون فيه نوع من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بغير الله أشرك، فقد أشرك والله. بارك الله فيكم.